متابعينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم. رجعنا لكم مرة ثانية مع الشوط الرابع من سباق السلوقي من مهرجان قطر الدولي للصغور والصيد 2023. هذه انطلاقة قوية من السلوقي رقم 4. عبث يا عبث والفريق الحاشر. شوف يا جمهور عبث، يرجع لكم عبث في هذا الشوط يا جمهور الكريم، مع شوط قوي مع عبث. مع عبث يا جمهور، قلت لكم من البداية من البطولة التنشيطية لا سجلت عبث في هذه المسابقة، لا أحد يسجل. شوف 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 عبث مع السباحة رقم 4. عبث يا عبث والفريق الحاشر. خطوات الحين بدت عبث، الحين اشتغلت عبث. هذه عبث، هذه السلقة عبث. شوط كلهم إناث، شوط إناث، ولكن عبث لا أحد يعبث مع عبث. سوق يا أبو محمد سوق، خلينا نشوف عبث. سوق يا أبو محمد سوق، خلينا نشوف عبث. عبث يا عبث لا أحد يعبث مع عبث. قايل لكم من التنشيطية، قايل لكم التنشيطية. شوف عبث وشوف باقي السلقان، وللحين وراح تعطيهم، وراح تعطيهم فريق الحاشر. يا سلام 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 على عبث، يا سلام على عبث. لا أحد يعبث مع عبث. شوف الأمتار اللي بين عبث وبين باقي السلقان. هذه عبث ومرشحة بقوة للشوط النهائي للفوز بهذه البطولة، للفوز ببطولة وبلقب بطولة مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد. ولكني ما أشوف الميدان إلا عبث. تشوفون شيء يا جمهور؟ إذا تشوفون قولوا لي، بين واحد هناك. ولكن عبث في المقدمة، عبث وما أدراك ما عبث يا جمهور. شوف 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 الخطوات، شوف الانطلاقة، شوف القوة، شوف الاستمرار، شوف المنافسة. هذه عبث تخطف هذا الشوط بكل راحة، بكل قوة، بكل نشاط، بكل حماس، بكل إثارة، بكل 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 بكل. عبث يا عبث، عبث 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 يا عبث من الفريق الحاشر تخطف هذا الشوط وهي مرتاحة، وهي مرتاحة. ودي أعلق على الباقي ولكن ما أشوف